رح نرجع للحدث يمكن الأبرز لليوم أريج، اللي هو المباراة، لأنه كلنا إيد واحدة، ولأنه نبض القلب بهاليوم رح يتوحد، ولأنه رجوع منتخبنا واجب علينا. شاشات كبيرة ميسان رح تنقل هالحدث، ومسيرات وسيارات رح ترافق الفوز. نحكي أكثر عن هاليوم وشو التحضيرات. بصيرنا أنه نرحب بحازم دبا، هو عضو برابطة مشجعي نادي الوحدة، وأيضا عمر هاشمي أيضا عضو بمشجعي نادي الوحدة، والاثنين من لجنة دعم منتخب سوريا. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذ حازم، ونحكي شوي عن التحضيرات يلي محضرين لليوم لهاللعبة. هلا أول شيء رح نبلش، نحن اتفقنا كمجموعة شباب إنه نعمل أنا والأخ عمار ومجموعة من الشباب إنه نعمل مسيرة جماهيرية كبداية، هي دعم للمنتخب، دور شوارع الشام، تعرف العالم انه منتخبنا عنده لعبة مهمة كتير، وعملنا كرنفال كمان بنادي الوحدة كبير، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل شيء ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير لكل المشجعين منتخب سوري اليوم، صباح الخير لجيشنا العربي السوري لتضحياته الكبيرة، لولا تضحياته ولولا دمائه الزكية اليوم بجوز نحن لا حسنا نلعب ولا حسنا نكون هون. امبارح رجال الجيش العربي السوري على الجبهات وجهوا رسائل للمنتخب كانت كثير 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 حلوه على الفيسبوك، دعم للمنتخب. ان شاء الله اليوم نحن جمهورنا السوري 23 مليون سوري اليوم عم بينبضوا نبض واحد مع منتخبنا الغالي يا رب. اليوم نحن متجمعين على اوتوستراد المزه، رح نروح مسيره بالسيارات باتجاه المالكي وابو رماني، وبعدين اخر شيء على صاله نادي الوحده. رح يكون في تجمع جماهيري كبير بصاله نادي الوحده وشاشات عملاقه، ورح تكون في فرق موسيقيه ونشجع منتخبنا كانه قاعدين بالملعب. بجوز الظروف نحن اليوم ما خلتنا نلعب بارضنا، لو اليوم المباراه بملعب العباسيين بدمشق كان اكثر من 50,000 متفرج بيشجعوا المنتخب داخل الملعب واضعاف مضاعفه خارج الملعب، بس بجوز نحن ظروف هي الحرب ما خلتنا نلعب اليوم، لذلك ارضنا كانت ماليزيا. املنا كبير بالجمهور السوري اللي سافر من هون لماليزيا، املنا كبير بالجمهور السوري والجاليه السوريه بماليزيا اللي ساووا امبارح علم كثير كبير 50 متر، ورح يشجعوا اليوم منتخبنا بحرارة. شكرا لكل شيء ساهم بماليزيا، ورح ينقل الجمهور من كوالالمبور لمكان المباراة. امبارح كمان في تجار سوريين أمنوا باصات لنقل الجمهور من العاصمة الماليزية كوالالمبور للمباراة. شكرا لفنانينا اللي طلعوا على ماليزيا مشان يدعموا المنتخب، جسدت لوحة كاملة انه نحن السوريين كلياتنا خلف منتخبنا، رح يرتفع اسم منتخب سوريا بالعالي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حازم، يعني كل العالم اللي عم يتابعونا هلا عبر شاشه الاخباريه السوريه بهمهم يعرفوا وين الشاشات رح تكون موجوده لحتى يقدروا يروحوا يتابعوا اللعبه. تعب كثير، تواصلنا مع وزاره السياحه، الحمد لله قدرنا نوصل لنتيجه، مشكور السيد وزير السياحه ما قصر، وزاره الاعلام ما قصرت. الشاشات رح تكون متواجده بصالة ملعب تشرين، بصالة الفيحاء الرئيسية، بساحة الأمويين، هلأ هون بدمشق عندنا بصالة نادي الوحدة في تجمع كبير رح يكون، رح يشهد حضور كبير جماهيري، فرقة موسيقية، شاشات، شغل كتير حلو. بقلب نادي الوحدة في أكثر من تجمع رح يكون ممتاز إن شاء الله. مبدئيا هدول بس اللي تأمنوا كأماكن، هدول الشاشات جمهور. يعني حتكون الشاشات أغلبيتها بدمشق، عنكم علم على باقي المحافظات؟ في باللاذقية امبارح شباب رابطة مشجعين تشرين وحطين ساو شاشات، وفي بحمص كمان. نحن المشكله انه المباراه الساعه 3:30، الشاشات بالاضاءه العاليه ما بتعطي، رح تكون صعبه هيك حصريتها. لو كانت المساء المباراه كانت كل ساحات البلد صار فيها شاشات. يعني كمان مثل ما ذكرتوا انه رح يصير في مسيرات وين اي ساعه رح تكون، كمان يلي حابين يتواجدوا معكم يتجولوا معكم اي ساعه رح تبلشوا؟ التجمع رح يكون ان شاء الله الساعه 1:30 على استراد المزه عند شركه سماتيل، انطلاق 1:30 رح يكون هنيك. مشكوره قناه الاخباريه السوريه رح تكون موجوده معنا، عودتنا دائما انه تكون هي متواجده معنا بكل الاماكن، اهتمامها عم يكون كبير. انطلاق 1:30 ان شاء الله راح نتجه من استراد المزه الى ساحه المويين، مالكي ابو رماني، للمزرعه، لصاله نادي الوحده، التجمع الاكبر ان شاء الله تعالى. تمام. يعني اليوم قديش يمكن هالحاله وهالتفاعل وهالتشجيع عكس شيء كثير حلو، وعكس يعني شيء على اللاعبين حتى وقت عم يشوف هالكم من التشجيع
بشكل كبير. هلا صدقا اللاعبين على تواصل نحن دائما معهم انا وعمر والشباب، اللاعبين عم ياخذوا روحهم المعنويه من الجمهور، عم يكونوا متفاعلين لدرجه غير طبيعيه، عم يتابعونا بادق التفاصيل، كثير عم ينبسطوا وقت عم يسمعوا الجمهور السوري متفاعل معهم لهالدرجه، كثير عم ينبسطوا وقت يسمعوا انه في تجمع لجماهيري، شاشات، مسيرات، عم يكونوا كثير متفاعلين، مبسوطين كثير، بحسوا اللاعبين حالهم انه هن موجودين معنا هون بالشام، الجمهور السوري حواليهم على المدرجات عم يشجعهم، وقت كنا بطهران قال صدقا فرحتنا بجيتكم والعالم اللي طلعت من هون كانت كتير كبيرة، كتير انبسطوا بعد ما خلصت اللعبة وعم يتفرجوا على الجمهور وعلى التفاعل العالم، شيء غريب بعد 7 سنين حرب، بعد 7 سنين دمار، بعد 7 سنين إرهاب، عم يلاقوا العالم فرحانة، عم يلاقوا العالم مبسوطة، صار عندهم حافز كبير إنه هن يعملوا شيء، إنه هن يفرحوا هالشعب. مشكورة القيادة السياسية والرياضية ما قصرت مع المنتخب، كنا متمنى يكون الدعم أكبر من هيك، إنجاز كبير لحقناه نحن لهلأ بظل منتخبات مدفوع عليها ملايين الدولارات، نحن منتخبنا فيك نقول أقل منتخب يعني هو تحدي دعم. كتير كبير بظل هالظروف السنين يعني اللي مرينا فيها ومرت فيها بلدنا طبعا من حرب. هي الإرادة السورية هي اللي بتصنع هذا المعجز. يعني اليوم نحن أول مرة بتاريخنا وصلنا لهذا الدور من بعد أزمة من كأس العالم ونحن بالأزمة بقلة إمكانيات وحرب عالمية وكونية على سوريا وحصار طبعاً. الإرادة السورية هي اللي بتصنع هذا المعجزات. نحن مباريات ودية بصعوبة كتير عم نأمن، ما عم نحسن نلعب مباريات ودية عنا، بس الإرادة السورية دائماً هي عم تصنع المعجزات، وإن شاء الله اليوم كمان نحن على موعد مع معجزة، كمان مثل ما كنا بطهران موعد مع معجزة تاريخية كانت. نحن كنا 1500 مشجع بطهران سوري مقابل 70,000 مشجع إيراني، الصوت تبعنا كان الأقوى، الصوت تبعنا كان الأقوى. يعني تخيلي نحن كنا قاعدين بإرنة بالملعب بزاوية، كان صوتنا الأقوى وكانت دمعتنا الأكثر، وخاصة ما سجلنا الهدف الثاني، سكوت كامل بملعب أزادي بطهران ونحن الوحيدين سوريا سوريا. مشاعر يعني مشاعر رائعة طبعا طبعا. يعني يمكن ما في حدا ما دمعت عينه هون، شفنا بالساحات كاميرا الإخبارية كانت عم ترصد، وقت فات الجول الثاني كل العالم صارت تنط وتبكي وتدمع عيونها على السيرة بتأثر الواحد عن جد، شيء مو طبيعي اللي صار. نحن بعد ما خلصت المباراة فيك تقول كل الجمهور السوري كان بأزادي انهار، دمعة صارت بعيون الكل، ما صدقنا انه احنا تأهلنا، وخاصة كنا عم نتابع نتيجة مباراة كوريا وأوزبكستان، يعني انه نحن تأهلنا على الملحق. نحن كنا طبعا نتمنى انه نطلع بشكل مباشر ما نضطر انه نطلع على الملحق، رغم لانه نحكي بصراحة فريق أستراليا ما له فريق سهل، فريق متأهل 5 مرات لكأس العالم، نحن ولا مرة متأهلين لكأس العالم. فريق أستراليا فريق عم يلعب لاعبين اللي فيه عم يلعبوا كلهم بالدوريات الأوروبية، نحن فريقنا ولا مرة متأهل، بس الإصرار والمحبة اللي بين اللاعبين إن شاء الله إن شاء الله هالمرة رح نتأهل ورح نربح إن شاء الله على أستراليا. حتى بطريق العودة من طهران بالطيارة رجعوا معنا اللاعبين يعني من ساعة طلعنا من طهران ساعة نزلنا بمطار دمشق الدولي، نحن واقفين مع اللاعبين رقص وغنى وفرح وكل شيء. الحمد لله ان شاء الله يا رب هالمره كمان بنفرح يا رب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. يعني باي جمعه هلا او بين اي اثنين بيقعدوا بيسالوا بعض شو توقعاتك اليوم للنتيجه، ونحن حابين هيك نعرف شو توقعاتكم. هلا وانا جاي شباب الحواجز كلهم عم بيقولوا لي اليوم شو توقعاتكم للنتيجه، انا بقول لهم دائما الفوز لسوريا باذن الله اليوم، يا يعني نتيجه 1-0 يا 2-1 إن شاء الله. أنا متوقع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله 1-0 لسوريا، وأهم شيء إنه ما يفوت ولا هدف في مرمانا، لأنه الهدف بهدفين. نحن إن شاء الله لازم نربح، لازم نربح. بنوجه تحية يعني لصمام أمان المنتخب إبراهيم عالمي، لأنه فعلاً يعني هو كان يمكن المرة الماضية كل العيون كانت عليه، وكلياتنا كمان اليوم نقول نحن معك، ويعني لازم إنه دير بالك على المرمى تحسه منيح. كل لاعبين المنتخب اليوم أمام مهمة تاريخية، يعني أنا مبارح سمعت السوما كان عم بيقول اليوم يا منربح يا منموت، يعني ما في مجال، يعني اليوم هي معركة حرب معركة. الشباب اليوم جدا متحمسين، جدا ناطرين، كل الفريق بيحب بعضه بيعتبر حاله فريق واحد، اللاعب والما لعب نفس الشيء. رسالة لكم كلياتكم يا شباب، اليوم أنتوا رح تفرحوا، 23 مليون سوري صلن 7 سنين عم يعانوا من آلام حرب وأزمة وحرب كونية على سوريا، حابب اليوم أنتوا رح تفرحون وتبكون فرح، إن شاء الله اليوم رح تكونوا قد يا رب. نحن مبارح حكينا مع الشباب لاعبي المنتخب وكلهم اليوم كتير كتير مصرين إنه يساووا شيء إن شاء الله يا رب.
يعني مثل ما قال عمر السومة، قال هاشتاج قادرين، عن جد قادرين نحن. مثل ما المنتخب الأسترالي قوي، كمان نحن فريقنا قوي، بيتمتع بالروح وبالحماس. أحسن لاعبين بآسيا موجودين عنا، عمر السومة، عمر خريبين، المواس، فراس الخطيب، الشباب كله عنا، لعيبة كتير ممتازين عنا، أسامة أمري عنا كتير لعيبة ممتازين، هادي المصري، ما مشان ما أنسى حدا، اللاعبين كلهم. صخرات الدفاع اليوم كمان نحن عنا غياب الكابتن أحمد صالح، عمرو ميداني وزير دفاع منتخب سوريا، وعمرو ميداني كمان إصابة، يعني نحن كمان الحظ اليوم. صخرات الدفاع السوري اليوم الكابتن هادي المصري والكابتن زاهر ميداني والكابتن جهاد باو، اليوم رح يكونوا سد منيع، يعني ان شاء الله باذن الله، الله بيشافيهم وبيعافيهم احمد الصالح وعمر ميداني، اليوم املنا فيكم كبير كبير، وانه نحن على ثقه انه هن رح يبذلوا جهد مضاعف اليوم مشان يكون خط دفاعنا بالقمه. بما انه يمكن شاركتون الفرحه وشاركتون الوقت ولحظات معينه للفريق، كيف شفتوا الالفه بيناتهم؟ خبرونا عن يعني روح الموجوده بحياته بيناتهم. بحياته ما كان في فريق بالعالم انا شفته، انا متابع رياضه صار لي من سنه 95، بحياتي ما شفت فريق بالعالم بهي الروح بالصدق. يعني اليوم طلعوا على الطيارة روح واحدة، غنى واحد، قلب واحد، بسمة واحدة. اليوم فريقنا طبعا شباب الجماهير بالطيارة كسبوا الفرصة وراحوا تصوروا معهم بروح عالية جدا. يعني اليوم الكابتينو فراس الخطيب ولا الكابتن أحمد صالح ولا عمر السومة ولا الشباب كلياتهم بروح عالية جدا، كانوا عم يغنوا ويرقصوا ومبسوطين ومرتاحين وهتفوا لكل العالم حتى للجمهور، الله يعطيهم العافية، يعني شغلة كبيرة. صدقا مثل ما قال عمر، نحن من التسعينات منتابع، كان عن طريق نادي الوحدة أو المنتخب. أنا ما شفت منتخب مر على سوريا، نقيم الأسماء على جنب أنه أسماء أحسن أسماء بتمر بتاريخنا، روح شيء مو بالعقل، بيحبوا بعض بشكل مو طبيعي، اللاعبين في تجانس بيناتهم، بتحسي حاله قاعده معهم تحسيهم اخوات مع بعض، في عندهم هدف، هدف جمعهم يعني رفع اسم بلدهم، محبه بلدهم، يعني في اهداف كثير كانت يعني بتحمل قيم كثير كبيره ونبيله جمعت كل اللاعبين مع بعض. طبعا طبعا طبعا. هلا لو ما كان هيك ما كنت لقيت يرجع التحق في راس الخطيب المنتخب وعمر السومة، حس غيرته الوطنية وحبه لبلده وحبه ليفرح الشعب خلاهم يرجعوا ويلتحقوا بالمنتخب ويكونوا مع بعض. حتى جابرييل سومي اللي هو عم يحترف بالدوري السويدي وعايش طول عمره هنيك، حس المنتخب بحاجته، حس بلده بحاجته، التحق مع الفريق، وانا واثق لسه في لعيبه كمان رح ترجع تلتحق، رح توحدت الشعب. اللي صار انه وحدوا الشعب، فرحتهم خلت العالم كله تهتف لهم، خلت شيء مو طبيعي. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، نتمنى لهم كل التوفيق. النهايه السوريين، ونحن السوريين بالذات اقدم حضاره بالعالم. يعني نحن اللي عطينا الحضارة والحروف الأبجدية وكل شيء للعالم، نحن سوريين. يعني نحن قبل القومية العربية وقبل كده نحن بالعادة سوريين وعرقنا سوري، وإن شاء الله بإذن الله نحن رح نكمل، والسوري دائما ما بينخاف عليه بإذن الله. كيف شايفين شوي هيك اليوم الرياضة السورية بما أنكم أنتم متابعين؟ بصراحة يعني دون المطلوب دون المطلوب يعني نحن كنا متأمل يكون الوضع أحسن من هيك. يعني في كثير عنا شغلات نحكي بصراحة، المجالات والنواحي، أي مجالات تمام. هلأ من نواحي مادية، أهم مادية مادية، يعني اليوم الرياضة 70% منها مادة و30% منها تطور تمرين وعلم وكذا. نحن اليوم الأمور المادية دائما عنا، إن كان على مستوى الأندية اللي هي بتضخ لاعبين للمنتخب، ولا يعني كان على مستوى القواعد كمان، نحن عندنا فقر شديد بالقواعد. يعني منتخبنا الناشئين، نحن قبل الأزمة كنا نلعب مع البرازيل نتعادل معهم، اليوم منتخبنا الناشئين طلع بمشاركة غير لائقة كانت الفترة الماضية، بحاجة لدعم، يمكن بحاجة لدعم، بحاجة لأننا نحن نتكاتف كلياتنا ونطلع جيل جديد قادر أنه يقوم بالرياضة السورية، جيل لاعبين جديد قادر أنه يكون. هذا الشيء بده دعم مادي كتير وبده دعم فني كمان كتير. إن شاء الله هلأ الدعم بيكون أكبر وأكبر من بعد الفوز إن شاء الله اليوم، يلي نأمل أنه منتخبنا السوري يحققه. نحن نشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق. بعد إذنك بس أنا تأمنت أمانة من شخص اسمه أسامة، مطالب بس أول شغلة شكر، قال لي بس بعت لي، هو شاب معاق، قال لي بس بدي بطاقة شكر للسيد الرئيس بشار الأسد، الله يخلينا وطول بعمره. قلت له تكرم عينك، هو من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كتير بتابع الرياضة ومبدع جدا. تمام، نوجه له تحية. ومطالب بس بموضوع كتير مهم
رجاء 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 صار الوقت ليصير عندنا قناة رياضية. نحن اسمنا صار وصل للعالمية، ترتيبنا العالمي يتحسن. رجاء يصير عندنا قناة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب هالصوت يوصل. شكر كبير للإخبارية السورية دائما عم بتواكبنا دائما مراسلينا، نحن بنحس دائما انه انتم منا وفينا دائما. شكرا لكم شكرا كثير لكم، اتمنى لكم كل التوفيق والعيون كلها اليوم مع المنتخب، وبنقول للناس تنزل على الساحات لتشارككم بالوزيرة. شكرا كثير لكم. قادرين ان شاء الله. شكرا.